طيب، فبالنسبة لحكاية البرميابيليتي وان دي بارامتر مهم لازم ابقى عارفه وانا بشتغل بالممبرين، اعرف ان هو هيبقى بيرميبل لحاجة وحاجة لأ. فعلشان نفهمها اكتر، هو يعني احنا يعني بنقول ان الممبرين لازم يبقى ليه هاي بيرميانس وهاي بيرميانس ريشيو فور ذا تو سبيشيز. يعني ايه؟ يعني هو يبقى هاي بيرميانس، يعني يعدي الحاجة اللي انا عايزها كويس او بشكل كبير، وهاي بيرمننس ريشيو يعني يبقى يعني زي كده بالظبط السلكتيفيتي، ان هو يقدر يعدي حاجه وما يعديش حاجه تاني. خلاص. طب عشان نفهم البيرمننس دي، هي شبه بالظبط لو انا عندي حاجه بتديفيوز من مكان لمكان وفي ماس ترانسفير كوفيشنت، هي نفس الحكايه. فهي يعني بس هي بتديفيوز بقى ثرو ثيكنس اوف ذا ميمبرين. يعني فهي بتبقى الفلو ريت اوف ذا سبيشيز بير يونت كروس سكشن اريا اوف ميمبرين بير يونت درايفنج فورس، ده اللي بنسميه البيرمننس. عشان نفهمها اكتر خلينا نبص على الايكويشن دي. ده لو انا بقول ان ده الفلكس، خلاص، بتاع ال السبيشيز اي مثلا بتتحرك من الميمبرين من ناحيه لناحيه، فده بقول اليونتس بتاعتها مول او فوليوم بير سنتيمتر سكوير بير يونت اريا عشان فلكس بير سكند، خلاص، يعني بير يونت تايم. خلاص. فانا عشان اعرف بقى ان دي هتساوي ايه، انا عندي درايفنج فورس. الدرايفنج فورس دي سواء بقى فرق كونسنتريشن، فرق بارشال بريشر، لو انا شغال بليكويد او بجاز، اللي هو بقى من الناحيه بتاعه الريتنتيت والناحيه بتاعه البرميت، فهو ده الفرق الكونسنتريشن او بارشال بريشر، هو ده درايفنج فورس. ببقى اسمه على الثيكنس بتاع الممبرين اللي هو ال ده، خلاص، والبي دي اللي هي بقى اللي انا بقول عليها البرميابيليتي. خلاص. البرميابيليتي دي بتبقى مش بير يونت لينكث. خلاص. لما بقسم البرميابيليتي على اليونت لينكث بتبقى اسمها بيرميانس اللي هي دي. خلاص. فهي بالظبط نفس حكايه الماس ترانسفير كوفيشنت. انا الماس ترانسفير كوفيشنت كنت بقول ان ده بيبقى الكي مضروب في فرق الكونسنتريشن او فرق البارشال بريشر، هي نفس الحكايه، هي البيرميانس مضروبه في فرق البارشال بريشر. كويس. فانا بقى متوقع طبعا ان البيرميانس دي هتبقى اليونتس بتاعتها هي نفس اليونتس بتاعه الفلكس مقسومه على درايفنج فورس. فهي مثلا لو هتبقى مول بير فوليوم بير سنتيمتر سكوير سكند، هيبقى مقسوم مثلا على بارشال بريشر او على بريشر او على كونسنتريشن يونتس. خلاص. فهو ده وطبعا مقسوم على اللينث. خلاص. يعني او يعني هتبقى مضروبه في لينث بحيث ان هي تبقى يعني تتظبط مع اللينث دي. خلاص. فخلينا ناخد اكزامبل كده علشان نفهم بس شويه. هو برضو عشان نبقى يعني غطينا الموضوع شويه احسن، في حاجه اسمها اليونت اللي بقيس بيها البيرميابيليتي اسمها البيرر. بيرر دي لو تفتكروا المره الفيديو اللي فات قلنا بيرر ده هو اسم العالم اللي قدر يقيس البيرميابيليتي، فهو سمى اليونت على اسمه. فهو البيرر دي هتبقى 10 باور ماينس 10 سنتيمتر كيوب ات اس تي بي مضروبه في سنتيمتر. خلاص. سنتيمتر دي علشان تعوض لما تقسمها على اليونت لينث، هي بتقيس البرميابيليتي، يعني البيرر دي بتقيس البرميابيليتي مش البيرمنس. في البرميابيليتي هتلاقيها مضروبه في 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 لينكث علشان لما تقسمها على لينكث تتظبط اليونتس الناحيه الثانيه. فهي بتبقى سنتيمتر كيوب في اللينكث بتاع الممبرين على اليونت اريا على السكند على سنتيمتر مركري اللي هو البريشر يونت اللي بيعبر عن الدرايفنج فورس. فخلينا نشوف حكايه البرميابيليتي دي ازاي ممكن نطبقها ونقدر نشوف بيها ازاي الديفيوجن هيفرق بتاع اتنين كومبوننتس من ناحيه لناحيه في الممبرين. فبقول مثلا لو انا عندي سيليكا جلاس ممبرين الثيكنس بتاعته 2 مايكرون، البور بتاعته اقل من 10 انجستروم من دايمتر، يعني هي البور بتاعته صغيره، والممبرين بيرميت هيدروجين وكربون مونوكسيد. يعني انا عندي ميكستر من كربون مونوكسيد وهيدروجين وعايز اعديهم، وانا عارف ان البرميابيليتي بتاعت، يعني بصوا بقى على الرقمين دول، البرميابيليتي بتاعت الهيدروجين 200,000 وبتاعت الكربون مونوكسيد 700. فدي قد دي مثلا كم مره، دي في فرق يعني ايه، احنا بنتكلم مثلا في 500 مره ولا 600 مره، فاكتر منها بكتير جدا. خلاص. الترانس ممبرين بارشال، الترانس ممبرين دي يعني اللي هو اللي حوالين الممبرين، فاللي بيقول البارشال بريشر درايفنج فورس حوالين الممبرين بتاع الهيدروجين كربون اكسيد 240 بي اس اي و80 بي اس اي، ده هو الفرق البريشر يعني. خلاص. فانا يعني لو انا بصيت على دول، لو انا فرض ان الناحيه الثانيه البريشر هيبقى ثابت بتاع، هو مش صح قوي طبعا، بس خلينا نفترض يعني
ان الناحيه التانية البريشر ثابت، فبتاع الكربون مونوكسيد وبتاع الهيدروجين انا عامل سويب مثلا، فالسويب ده مخلي البريشر بتاع الكربون مونوكسيد والهيدروجين الناحيه التانية بزيرو خلاص. خلينا نرجع تاني، يعني انا هنا بعمل سويب، فدايما هنا البريشر بيبقى بزيرو خلاص، الاتنين بيروحوا بعيد خلاص، يعني بعمل ما بخليش اي كربون مونوكسيد وهيدروجين، فبالتالي يبقى الدرايفنج فورس هو البريشر هنا ناقص زيرو، فهيبقى تقريبا هو البريشر هنا. فانا لو طبقت الكلام ده هنا يبقى انا عندي البريشر بتاع الهيدروجين 3 أضعاف البريشر بتاع الكربون مونوكسيد، يعني انا عندي او البارشال بريشر يعني بتاع الهيدروجين 3 أضعاف الكربون مونوكسيد، يعني انا عندي المول فراكشن او كبارشال بريشر، يعني لو هعتبر البارشال بريشر ده هيعبر عن مول فراكشن، فانا عندي ده ربع وده 3/4 خلاص، يعني ده 75% كمول فراكشن يعني. فلو عملت الحكايه دي بقى وجيت اقيس الفلكس، عشان اقيس الفلكس انا هطبق الايكويجن دي خلاص، انا عارف البرميابيليتي اللي هي دي وعارف الثيكنس وعارف ال كنت حاطط معلش فالبرميابيليتي وعارف الثيكنس والدرايفنج فورس عندي، فانا ممكن اطبق عادي جدا. بس هي بس تظبيط يونتس، خلي بالك ان البيرل ده بيبقى سنتيمتر مركري خلاص، ودي بالبيرل، فانا الدرايفنج فورس عندي بالبي اس اي، فهحتاج اعمل لها تحويله يونتس، يعني هتبقى حاجه بسيطه. فهو لو انا طبقتها دلوقتي هيبقى دي 200,000 في 10 باور ماينس 10 اللي هي دي، مقسومه على 2 في 10 باور ماينس 4، طبعا انا هخلي اليونتس كلها بالسنتيمتر عشان تبقى متظبطه، ف 2 مايكرون يعني 2 في 10 باور ماينس 4، يعني تقسمها على 1000 تبقى بالملي، وعلى 10 تبقى بالمايكرو خلاص، وضربتها في درايفنج فورس اللي 240 وفي 76 على 14.7، 76 سنتيمتر مركي 14.7 بي اس اي، فطلعت 124 سنتيمتر كيوب على سنتيمتر سكوير سكند. نفس الكلام لو انا عملته بالنسبه للهيدروجين هلاقي ان هي بقت 0.145 خلاص، ففرق كبير جدا جدا. فعشان بس نبقى شايفين الفرق بين الاثنين، هنا وهنا، هنا كان المول فراكشن لو حسبناه كده كان مول فراكشن 75%، هنا المول فراكشن اكتر من 99.9%، انا بتكلم في 124.08 قصاد 0.14 خلاص، فدي قدها 1000 وشويه مره، يعني اكتر بكتير قوي 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 من ما كانت قبل كده. وده اللي فهمنا قد ايه الممبرين ممكن يبقى جميل، يعني انت هنا هتشغل الممبرين هيظبط لك الدنيا جدا جدا، يعني خلاص ان هو ممكن كان من 75% وصل لك لغايه تقريبا 99.99 يعني، فجميل يعني الممبرين. طيب انا يعني هوقف كده، وهتكلم بقى المره الجايه على انواع الممبرينز عشان ناخدها كلها حته واحده.